وعلشان بقول لكم البرد قارس والصقيع مذهل، انا اللي ملخبط الدنيا. بالمناسبه جانا مش هتبقى موجوده معانا النهارده، هي بس انا مش قادر استوعب الظاهر، غالبا مخي تلج ولا ايه. والله بكلمكم بجد، جانا جت شرم الشيخ بالفعل. انا عارف انها جت شرم الشيخ طبعا، عارف انه كان الرئيس قدم لها دعوه انها تبقى موجوده في منتدى شباب العالم في النسخه الرابعه. انتوا عارفين انه جانا كان الرئيس قابلها لما سافر اسوان، وقابلها هناك تحديدا في غرب سهيل، ولما قابلها كان بيقابلها في اطار مقابلته مع مجموعه كبيره جدا من الاهالي، وطلب من جانا انه تبقى موجوده معانا هنا في المنتدى او هي تحضر المنتدى، وبالفعل اتقدمت لها الدعوه، وبالفعل وصلت بالف حمد لله على سلامتها يا رب، وصلت الى ارض المنتدى. واظن بهذه الحال تصبح جانا اصغر مشارك موجود في منتدى يا شباب العالم، اظن اللي قدامكم على الهوا. هذه الطفله الجميله اللطيفه الاموره واللي يعني منورانا، فانا بقول لكم كده غالبا في تقديري، مش متاكد من المعلومه، بس غالبا هي اصغر مشارك موجود في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ السنه دي، فتصبح اصغر المشاركين واصغر الحضور. الحمد لله على سلامتها، عقبال ما نشوفها انها في يوم من الايام تقدر انها تحقق احلامها، ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية نشوفها وهي مشاركة بقى وهي شابة كده كبيرة ناضجة يافعة، وتقدر ساعتها تشارك بكلمة أو بالمشاركة في جلسة من الجلسات في وقت من الأوقات. أنا لا أشك في ذلك على الإطلاق، وأعتقد إنه ده هيبقى قريب.